مع المنافسة الشرسة اللي بتبقى في سوق الهواتف الذكية، انت متبقاش عارف انت هتشتري هاتف ايه، فبتروح على طول على هواتف الفئة الاقتصادية او الفئة المتوسطة. فعشان كده ما لقيتش افضل من تليفون الاوبو اف 11 عشان اطلعه في الفيديو ده. في نهاية اخير خلينا نبتدي. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، اهلا بكم يا جيش المكتشفين في حلقه جديده على قناه اكتشف العالم. حلقتنا بتاعه النهارده ان شاء الله هتكون مراجعه لتليفون الاوبو اف 11. كتير جدا مننا طبعا مع تطور الاجهزه الذكيه بيبقى عايز يشتري جهاز، ولكن لما بنسمع الاسعار الفضائيه بتاعه ال 10000 جنيه وال 11000 جنيه بنقول لا، احنا لو معانا مثلا في حدود ال 5000 جنيه مش هنعرف نجيب تليفون. ولكن اللي انت ما تعرفوش ان انت لو معاك 5000 جنيه فهتعرف ان الاوبو اف 11 افضل اختيار ليك، وخاصه ان هو طالع من شركة اوبو الغنية عن التعريف المشهورة بكاميراتها الرائعة ومساحتها الجميلة جدا، وتوكيل الصيانة بتاعها بيكون ممتاز، والضمان وخدمة عملة وكل حاجة تمام. طبعا النسخة اللي معايا النهاردة هي نسخة اوبو اف 11 مش البرو، لا دي النسخة العادية، لان البرو بحوالي 6000 جنيه، دي النسخة العادية 128 جيجا بايت مساحة و 6 جيجا بايت رام. مبدئيا يا شباب دي شكل العلبة من الخارج، هنلاقي هنا هو اسم النسخة 6 جيجا بايت 128 جيجا بايت رام، شعار شركة اوبو الاف 11، و شكل التليفون بالاماره النهارده ان شاء الله انا معايا لون تقريبا شركه اوبو اول مره في حياتها تطلع بيه تليفون، هو لون بامبي على ابيض وحاجات غريبه. طبعا من الجنب كان معدات شركه اوبو، ومن الجنب هنا هو شركه اوبو، ومن هنا طبعا الضمان والسيريال والحاجات دي كلها، ومن هنا طبعا شباب الكاميرا الخلفيه 48 ميجا بكسل، والبطاريه بتاعته 4020 ملي امبير، بتدعم الفوق فلاش شارج، وده طبعا شحن سريع، وهنشوف طبعا يقدر يشحن في قد ايه. والشاشه بتاعت هنا هو 6.5 بوصة بتيجي بدقة فول اتش دي، وفيها نوتش صغير خالص اللي هو ووتر دروب نوتش، وهنا هو البوست للسيستم عشان يبقى الجهاز سريع معانا من غير اي مشكلة. نبتدي هنا هو يا شباب بالنسبة للانبوكسنج، فالعلبة لسه اول مرة افتحها هنا هو. طبعا اول مرة هتفتح فيها الجهاز هتلاقي فيه الشريطة دي كده هو، بتقوم جاي شايل الشريطة، اتأكد من وجود الشريطة دي عشان معنى كده ان الجهاز ما اتفتحش قبل كده، وبرده شيك على السريالات دي عشان تعرف ان الجهاز لسه ما اتباعش قبل كده. هنفتح طبعا الجهاز بالمنظر ده يا شباب، هنلاقي اول حاجه طلعت لنا المنظر ده كده هو، علبه مكتوب عليها اوبو، وهنا هو طبعا هنلاقي التليفون. طبعا التليفون يا اما تعمل كده هو بالراحه وتقوم جاي منزله، يا اما تقوم ماسك الشريطه اللي على جنب دي اللي هنا وتقوم جاي شادد بيها الجهاز بالمنظر ده. هو ده الجهاز معانا، وده اللون اللي انا بكلمكم عليه. هنا هو طبعا لو شلنا الورقه دي هنلاقي هنا هو الشحن السريع من شركه اوبو اللي هو الفوج جارجر، وهنا هو طبعا باللون الاخضر الشحن السريع، وهنا هو طبعا هنلاقي في الركن ده كده هو زي ما احنا ما شايفين الشحن الاخضر اللي هو الشحن السريع، جاي بالبلاستيكيتين دول عشان يمسكوا الشاحن. طبعا منظر الشحن ممكن يبان ان هو غريب شويه زي ما احنا ما شايفين، وخصوصا الاخضر اللي هنا والكلام ده كله، ولكن ده شاحن سريع، يعني ممكن يشحن التليفون 100% في حوالي نص ساعه او مثلا في حوالي ثلث ساعه. اخر حاجه هنلاقيها تحت هي السماعه بتاعت التليفون، سماعه التليفون سماعه هنفتحها دلوقتي. بصراحه احيي شركه اوبو على الحركه اللي هي عملتها دي، ما كنتش اعرف ان السماعات بتاعتهم خرافيه بالمنظر ده، لان السماعات زي ما احنا ما شايفين جايه بنفس تصميم سماعات ابل، والسماعات ابل معروفه بحوالي 7000 او 8000 جنيه. كده هو محتويات العلبه باختصار، هتكون معانا التليفون، وبعد كده العلبه دي اللي هنشوف جواها ايه، سماعه وشاحن وشحن سريع. طبعا هنركن السماعه والشاحن على جنب دلوقتي، وهنشوف ايه اللي في العلبه دي. العلبه دي اول ما هنفتحها يا شباب هنلاقي فيها الشوكه بتاعت الخطوط، تاني حاجه هنفتح من جوه هنلاقي هنا اهو الكتيبات بتاعت الاستعمال بقى، وازاي تركب السكرينه والضمان المحلي ومن شركه اوبو، وهنا اهو كل حاجه تمام. وهنلاقي هنا اهو جراب سيليكون كده هو شفاف. طبعا انا ما فتحتش التليفون خالص غير ان انا حطيت سكرينه وشكرا على كده تمام، لكن كل حاجه لسه موجوده. هنلاقي في الشريطه دي طبعا التليفون بشكل اولي زي ما احنا شايفين اهو يا شباب، التليفون طبعا شاشه 6.5 بوصه فول اتش دي، وفيها النوتش الوتر دروب بتاع الكاميرا الاماميه. هنا هو طبعا من الظهر هنلاقي شعار شركه اوبو، وفي ورقه كده بتتشال. طبعا يا شباب زي ما احنا شايفين الظهر لامع بالشكل ده، والظهر طبعا مصنوع من البلاستيك، ولكن يوحيلك بانعكاس الضوء اللي بيبقى جاي عليه ده ان هو مصنوع من الازاز، لكن هو في الحقيقه بلاستيك. هنا هو شعار شركه اوبو ديزاينت باي اوبو، قارئ البصمه فلاش والدوال كاميرا. من الجنب هنا هو يا شباب هنلاقي زرار رفع وخفض الصوت، وهنلاقي ان هو الفتحه بتاعه الشوكه اللي نقدر من خلالها ان احنا نبدل الخطوط او كده،
وهنلاقي من الناحيه دي زرار الباور اللي معمول عليه شريط لونه فيروزي كده، عشان مش عارف الصراحه ليه، ولكن هو عاطيله شكل جمالي شويه. من تحت هنلاقي السبيكر الخارجي ومدخل الشاحن، وهنا هو هنلاقي المدخل الثلاثه ونص. طبعا الجهاز وزنه يعني مقارنه بالشاومي نوت 7 فالجهاز اتقل من الشاومي نوت. ماسكه التليفون في ايدك وانت بتتكلم او انت بتتصفح او انت حتى بتلعب ما تشيلش هم السماعات اللي بتبقى محطوطه هنا، لان حتى لو انت بتلعب ببجي او اي لعبه فانت اوريدي بتبقى حاطط ايدك كده، فالصوت هيبقى طالع كويس جدا. لكن لو انت عامل كده بكل بساطه شغل بالتليفون عشان السماعات تبقى هنا والسماعات ما تتكتمش. الشاشه جايه من نوع LTPS IPS LCD. طبعا الشاشه دي احنا متعودين منها تماما في سلسله الاف من اوبو، بدايه من الاف 7. وهي بالنسبه للبروسيسور فشركه اوبو استخدمت احدث بروسيسور جاي من شركه ميديا تيك، هو بروسيسور هيليو بي 70 طبعا اللي شغال بتقنيه ال 12 نانومتر. اما عن الجي بي يو او كارت الشاشه مالي جي 72. طبعا من عيوب التليفون ان انت تقدر تحط كارت ميموري لغايه 256، طب ده يعتبر ميزه؟ لا، عيب ان انت هتضطر مع الاسف تستغنى عن الشريحه الثانيه. كاميرا التليفون الاماميه بتيجي بدقه 16 ميجا بكسل بفتحه عدسه 2.0، وطبعا الكاميرا هي اللي على شكل الودر دروب نوتش اللي موجود في الشاشه من قدام. طبعا الكاميرا الخلفيه جايه ببروز لطيف شويه، انا ما حبيتهوش شخصيا لانه ممكن يحك في الترابيزات ويسبب لنا مشكله، ولكن اظن ان الجراب هيحل المشكله دي. فكره العمل ان مش السنسور ذات نفسه 48 ميجا بكسل، الكاميرا دي كل اللي بتعمله ان هي اساسا 12 ميجا بكسل. طيب ازاي يا عم انت مشيت بدماغنا كده؟ اللي التليفون بيعمله او سنسورات الكاميرا بتعمله ان هي 12 ميجا بكسل، بتاخد الصوره 4 مرات في جزء اقل من الثانيه، وبالتالي بتركمهم على بعض بسوفت وير معين فبيطلع لك جوده ال 48 ميجا بكسل. اما الكاميرا الثانيه اللي بخصوص البورتريه وبقى وخاصيه العزل والحاجات دي كلها، فهي بتيجي ب 5 ميجا بكسل، وطبعا فيها مميزات كتير زي الالترا نايت مود، وهنشوف كل ده في الصور دلوقتي. التليفون فيه ميكروفون ثانوي عشان ينقي الصوت اثناء المكالمات او تصوير الفيديوهات او ايا يكن الصوت اللي بيدخل للميكروفون. تقدر تصور لغايه فول اتش دي ب 30 فريم في الثانيه. طبعا التليفون فيه بصمه من الخلف عشان يشتغل ببصمه صبعك، وفي الفيس انلوك. طبعا التليفون بيدعم نظارات الفي ار، في الجي بي اس، في البوصله، في كل المستشعرات اللي انت ممكن تحلم بيها في حياتك. اول حاجه طبعا هنعملها ان احنا هنقوم مشغلين الجهاز كده اهو زي ما احنا شايفين. اول ما هيشتغل الجهاز معانا هيطلع لنا شعار شركه اوبو باورد باي اندرويد. طبعا بمناسبه باورد باي اندرويد فالجهاز جاي باندرويد 9. اول ما الجهاز ما بيفتح معانا يا شباب بيطلع لنا قائمه نختار منها اللغات. طبعا التاتش سريع جدا، والشاشه وهي شغاله يعني من اقل حركه انت بتعملها على الشاشه بتلاقيه جاب لك اللي انت عايزه. طلب مني طلب غريب جدا 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 في الفيديوهات اللي فاتت بتاعت الانبوكسنج بتاعت التليفونات، قالوا لي يا عم ورينا شكل الايقونات بتاعت التليفون. عارف ان هي حاجه غريبه شويه، ولكن على العموم اهو هو ده شكل التليفون. تمام، شكل الايقونات بتاعت الاتصال بتاعت التليفون. كان انا اللي عايز اوريه لكم ان هو صوت التليفون بقى بكل قوته. خلينا نفتح مثلا فيديو الفيديوهات قناة اكتشف العالم، نشوف اخر فيديو بتاع التسريبات بتاعت البلاي ستيشن. طبعا انت لو من اليوزرز اللي بيستخدموا اجهزه الكونسول كتير في حياتهم او بتستعمل البي سي ايا يكن، فكلنا مش هنختلف على ان هي حاجه واحده هي اللي مسيطره في اجهزه الكونسول وهي البلاي ستيشن. يعني هو لو عايزين نشوف جوده الشاشه فالتليفون بيتحمل لغايه جوده الفول اتش دي، بس انا عشان رافع الفيديو بجوده 720 بكسل فهو هنا اهو كان اخره 720 بكسل. خلينا نشوف كده اهو. ممكن شخص يقول لي في حتتين صوت كده هو على الجانبين بتوع التليفون، فده عيب من اليوتيوب مش اكتر. طب احنا جايبين تليفون عشان نقعد نحل ليه مشاكل اليوتيوب؟ لا، بكل بساطه تقدر ان انت تعمل كده اهو، هتلاقي وضع ملء الشاشه اشتغل وتشتغل عادي خالص زي ما احنا شايفين. من اجمل الحاجات اللي عجبتني في التليفون ميزه اسمها الحمايه الليليه. لما بنيجي نفعل الحمايه الليليه ونقول لها تمكين الان، بنلاحظ ان الشاشه اصفرت كده، يمكن ما بانتش في الكاميرا ولكن هنلاحظ ان انا ملاحظ ان الشاشه اصفرت قوي. طب ايه اللي خلاها تصفر؟ لان الضوء الابيض بيأذي العين اكتر من الاصفر. بكل بساطه لو انت بتستعمل التليفون ليه ومش عايز عينيك تتأذى، فمن غير اي مشاكل تقدر ان انت تفعل الوضع الليلي وتظبط الدنيا خالص كده. هو طبعا يعني الميكروفون والكاميرا الاماميه بالاضاءه بتاعت الاوضه بتاعتي العاديه،
مفيش اي نويز، مفيش اي حاجة، كاميرا 100 100. هنشوف الكاميرا الخلفية في اي مناظر طبيعية دلوقتي. طبعا كاميرا امامية بدون فلاش، وفي عينيا طافي نور الاوضة كله، مفيش غير لمبة بعيدة جدا بس اللي شغالة، وبالاداء ده النويز مش لطيف خالص، طافي الاضاءة بتاعت الاوضة كلها ومش مشغل غير لمبة هناك خالص بس. طيب ثانية واحدة، حط دي كده وحط ده كده، بس خليك انت بتصور من هنا. اقدر اقول لكم ان كفاية كده نكتفي بالقدر ده من المعلومات حوالين التليفون الرائع اوبو اف 11. فمن غير اي تاخير خليني اقول لكم استمتعت جدا معاكم بالحلقة دي، ومش كده وبس، ده ان شاء الله لسه في حلقة جاية هقول فيها المميزات والعيوب، هقول فيها الاخطاء، هقول فيها التحديثات، هقول فيها كل حاجة. فعشان كده ما تنساش ان انت تتأكد ان انت اشتركت في القناة وفعلت الجرس. طحن جاي على التليفون الاوبو اف 11، تجربة العاب وتجربة بابجي وكل حاجة. من غير اي تاخير خليني اقول لكم استمتعت جدا معاكم بالحلقة دي، كان معاكم يوسف نصر، في أمان الله.